عشاق اللغة الإنجليزية في كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد. كثير من الناس يعرف أن كلمة city معناها مدينة، وكذلك كلمة town معناها مدينة، ولكن كثير من الناس ما يعرفش الفرق بين city و town في اللغة الإنجليزية. يلا بنا نتعلم في الفيديو ده الفرق بين city و town في اللغة الإنجليزية. هناك ثلاث فروق أساسية بين كلمة city و town في اللغة الإنجليزية. رقم واحد، cities are larger than towns. city دايما بتكون أكبر من التاون من حيث المساحة. يبقى رقم واحد لازم نعرف إن المساحة هي اللي بتفرق بين city و town. city أكبر في المساحة من التاون. يبقى cities are larger than towns. التاونز دايما بتكون أصغر في المساحة. towns are smaller than cities. رقم اتنين، cities are more densely populated. عدد السكان دايما بيفرق بين city و town. لو عدد السكان كبير بنسميها city. لما يكون المساحة كبيرة بنسميها city، وأيضا عدد السكان، لأن بالطبع المساحة لما تكون كبيرة بيبقى عدد السكان أكبر. ف cities are more densely populated. densely populated معناها مأهولة بالسكان أو مكتظة بالسكان. cities are more densely populated. التاون بيكون عدد السكان فيها أقل بكتير من السيتي. ثالث نقطة، وهي نقطة مهمة جدا، إن السيتي دايما يسموها the center of power. the center of power يعني مركز السلطة، مركز اتخاذ القرار. دايما بيكون فيها المباني المهمة الخاصة بالوزارات والمصالح الحكومية الأساسية التي يذهب إليها الناس لقضاء مصالحهم. دي بنسميها city، لأن بيكون فيها مصالح حكومية ومباني حكومية كتيرة جدا، من وزارات وهيئات ومنشآت وبنوك مثلا. أو بشكل عام نقدر نقول إن كل المباني أو المنشآت المهمة، المباني والمنشآت الحكومية المهمة بتكون موجودة في city. إذن كده احنا اتعلمنا إن في ثلاث فروق جوهرية بتفرق بين السيتي وتاون. المساحة، لو المساحة أكبر بنسميها سيتي. عدد السكان، لما تكون densely populated مكتظة بالسكان عدد السكان أكبر، دي بنسميها سيتي. ثلاثة، المباني الحكومية والمنشآت المهمة من وزارات وبنوك وهيئات ومصالح أخرى، دي برضو يبقى بنسميها city. إن أعجبك الفيديو don't forget to like and subscribe and see you in the next video.